صباح الخير مجددا، نحن موعدكم مع واتس كوكينج، واليوم معنا مثل كل يوم اربعاء وجمعه دلال كنج، واليوم وصفتنا مع الدجاج والكينوا. صباح الخير دلال، كيفك اليوم؟ الحمد لله. اليوم وصفه واحده طيبه وسهله. عن شو بتحكي وصفتنا اليوم؟ عاملين دجاج مع الكينوا، يعني بدنا نحكي على دجاج مع الحلوم اذا بدك ستيفاني. هيدي وصفه قبل كومبينيشن طيبه، صح؟ فنحكي شوي على الانجريديان قبل ما نخبر. اليوم عم نحكي على كينوا يلي سلقناه، بدنا نضيف له الخضره، وعم نحكي على صوص الدجاج يلي بدنا نشتغلها. من شو معموله الصلصه؟ اليوم عم نحكي على بصله كبيره مفرومه صغيره، 3 حصوص من الثوم، قالب من الحلوم 200 ل 300 جرام، وهون فينا مثل ما كل مره بنوقف نستبدل الحلوم بالبلغاري بالفتة، بس هي طعمة الحلوم مع الدجاج طيبة. والفتة بس بيدوبوا أكتر، صح؟ الحلوم بتضلها شوي كامشة أكتر. بدنا نقطعها لمكعبات. عم نحكي على البيستو صوص اللي هلأ حنعطي الوصفة، من بعد ما قلنا بصل وثوم حلوم بيستو صوص. اليوم وقفت هيك ستيفاني، بما انه قلت لك اليوم انا مخترعتها للوصفه، بين الدراي توميتو والتومات سوريز، هيك قلت انا التومات سوريز ليش لا، يلي قطعناها اثنين. وعم نحكي على 200 ملي او كبايه من الكريم فريش، وهون فينا نستبدل الكريم فريش بحليب جوز الهند. لكن ما بدنا ننسى كيلو من صدورة الدجاج يلي بلا جلده، يلي اليوم حبينا نقطعه مثل الشاورما، يعني فينا نستخدمه مثل مثل الشاورما بالطول. وهون بدنا نقول يلي ما بحب الدجاج فيه يستبدل باللحمه او القريديس، كمان تطلع طيبه. اما بالنسبه للكينوا، يعني كمان هيدي وصفه بنشتغلها على نار ستيفانيه، بدل ما نقدم رز يعني فينا نقدم رز كينوا كسكس بني تاجلياتيل، حيلا شيء نحن بنحبه، مثل ما فينا نقدم الرز الابيض او ميلانج دو ري، يعني رز اسود مع ابيض. هلا اما بالنسبه للكينوا، كمان اليوم عم نحكي على كوبين من الكينوا يلي مسلوق، يلي كمان حنحكي عنه. حبينا هيك ننقي السبانخ كمان، يلي ما بحب السبانخ فيه ما يستخدم، هون عم نحكي على السبانخ المجلد او الطازه المسلوق، على البازيلا، على البروكولي، الفطر الطازه، بصله كبيره، بالاضافه لثلاث حصوص من الثوم. هلا كيف بدنا نشتغل الكينوا؟ بطنجره على نار بدنا نلوح البصل مع الثوم، مع السبانخ نضيف الفطر، بعدين البروكولي والبازيلا، بدنا نضيف الملح وبهار الابيض، هون فينا نضيف شويه من الكريم فريش كمان ستيفاني بتعطي نكهه. بدنا نمزج الكينوا مع الخضره، وهون بدنا نرجع نذكر المشاهدين انه كثير مهم انه الكينوا يكون مسلوق، يعني قبل ما حسيتي انه اليوم هلا فينا نسلقهم سوا، بس فينا نشتغلهم سوا. هيدي وصفه بتتاكل فتره ولا؟ اكيد بتتاكل سخنه او فتره، وكمان فينا نقدمها كسلاد ستيفاني، يعني فينا نوقف بهيدا الشق لحاله نشتغله كسلاد، نضيف شويه من الصومو على اللوز او الخضره الجوز واللوز يلي بده يعطي نكهه. ونرجع منذكر هون انه كمان فينا نستبدل الدجاج، ونرجع بهيك نبلش رح ناخذ سوا وقفه كثير قصيره ونرجع لكم. بشو رح نبدا دلال؟ بالبصل والثوم. يلا اليوم اول شيء بدنا نعمل الدجاج، صح؟ بدنا نبلش نلوح الدجاج، لكن نرجع نذكر انه بطنجره على نار بدنا نوضع 3 ملاعق من زيت النباتي، ونضيف بصله كبيره نلوحها. هلا نحن مكعبات، نحن لوحنا البصل قبل، لوحنا البصل وهذا، لكن خلينا نرجع نذكر شوي للمشاهدين انه اليوم نحن عم نشتغل بالصوص يلي معموله من بصل ثوم، بيستو صوص يلي حنحكي عنها، حلوم نرجع نذكر انه فينا نستبدل الحلوم يلي قطعناه لمكعبات. انا بالبراد
مش ضروري حيلا شيء مش ضروري حلوه. وبدنا نرجع نضيف التومات سوريز او الدراي توميتو ونختم بالكريم فريش، وما بدنا ننسى الملح بهار الابيض بهار الاسود. اوكي، لكن نحن عم نلوح بصل، بدنا نرجع نضيف ثوم مفروم صغير، بدنا نرجع نضيف الدجاج. ومثل ما رجعنا حكينا انه فينا نستبدل الدجاج باللحمه، كمان قطعهم مثل الشيش طاووق او مثل الشاورما او الاريديس، كمان بيطلع طيب. اول شيء بعدين ستيفاني بصل. كمان صح هون كمان تنعطي هيك تيبس او يلي ما عباله يشتغلها بهيدي الطريقه، فينا نجيب صدوره الدجاج او اللحمه يلي بدنا ندقهم، بدنا نقطعهم ونرققهم، ساعتها فينا نلوح شويه بيستو صوص على الدجاجه او اللحمه، نحط شقفه من الحلو شقفه من الدراي توميتو، نلفها ونلوحها على نار او نوضعها بالفرن ونشتغل الكينوا حده، كمان بتطلع وصفه طيبه. لكن احنا هلا عم نلوح البصل، بدنا نرجع نضيف الثوم المفروم صغير، فوالا هاي اول ستيب. على طول على نار بدنا نرجع نضيف الدجاج او اللحمه او الاراديس. هلا الدجاج نحن عندنا اليوم، نحن واقفين اليوم على الدجاج صح، فوالا. هون بدنا نذكر انه الدجاج كثير مهم انه نضيف له ملح بهار ابيض وبهار اسود. لكن نرجع منذكر انه اليوم نحن وصفتنا هون كيلو دجاج، عنا كيلو من صدورة الدجاج يلي بلا بلا جلدة المقطعة مثل الشاورما او شيش طاووق، ما بيأثر. ما بدنا نذكر انه نحن اليوم ملحنا الدجاج، ضفنا ملح بهار ابيض بهار اسود. هيدي وصفة سهلة ستيفاني، فينا نقدمها بعزيمة. فوالا. تاني ستيب شو بدنا نحط؟ بهار وملح؟ بدنا نحط بهار وملح. فوالا. بدنا نحط رشة من الملح. رشة من البهار الأبيض ورشة من البهار الأسود. بتعرفي البهار الأبيض والأسود كثير بيلبق للدجاج. صح. فوالا. لكن عم نلوح بصل ثوم، ضفنا البهارات على طول على نار. اول ما يبلشوا يستووا الدجاج ستيفاني بنضيف البيستو صوص يلي بدنا نخبر شوي المشاهدين يلي ما بيعرف يشتغلها. كيف نعمل البيستو صوص؟ نحن اليوم اول شيء وقت نقول بيستو صوص مضطرين انه يكون عندنا حبق اخضر، يعني بدنا نجيب الحبق الاخضر بدنا نورقهم، عم نحكي على كوب ونص لكوبين من الحبق الاخضر يلي بدنا نوضعهم بقلب مطحنه، بدنا نطحنهم، بدنا قبل ما نطحنهم بدنا نضيف لهم ربع كوب من زيت الزيتون، ربع كوب من الصنوبر، حصين لثلاثه من الثوم، مش ضروري نفرمه يعني فينا نضيفه عليهم، وشويه من البارميزان. بدنا نطحن كل المقادير، بدنا نضيف شويه من البهار الابيض، الملح، بيطلع لنا البيستو صوص. هيدي بيستو صوص فينا نشتغلها، فينا نوضعها بالبراد نغطيها بمرتبين، وفينا نستبدل الحبق بالكزبره او البقدونس يلي بتطلع كمان صوص طيبه. فوالا. بهالوقت رح انتقل ستيفاني للكينوا، نحن ناطرين الدجاج، حنشتغل شوي بالكينوا. يلا.
هون انا عم بشتغل حخبر شوي على الكينوا. بدنا نرجع نقول انه الكينوا بنلاقيه بحيلا سوبر ماركت. كل كبايه من الكينوا بدها كبايه ونص من المي. بنشتغله بزيت طريقه الرز، يعني اذا اليوم من فلفل الكينوا، من فلفل الكينوا. يعني اذا اليوم نحن عم نحكي ستيفاني على كوبين من الكينوا، فوالا بدنا يكون عندنا ثلاث كبايات من المي. بدنا نوضعهم بطنجره على نار مع شويه من زيت الزيتون، رشه من الملح. اول ما تغلي المي بنضيف الكينوا، بدها ماكسيموم من 12 ل 15 دقيقه على نار كثير خفيفه، طنجره مغطاه. وهون فينا نقدم الكينوا حد الرز، فينا نقدم الكينوا حتى نستبدل الكينوا بالرز، مثل ما فينا نشتغلها كسلاد. لكن بهالوصفه لازم نسلق الكينوا قبل. لازم نسلق الكينوا قبل. احنا سلقنا الكينوا. فوالا. لكن هلا نحن شو عم نشتغل؟ نحن بطنجره على نار عم نعمل خلطه الكينوا يلي معموله من بصله. يعني بطنجره على نار ضفنا شويه زيت، هون فينا نستخدم زيت الزيتون مثل ما فينا نستخدم زيت النباتي. عم ننقي نلوح البصل مع الثوم مع الخضره، وهون فينا نستخدم حيلا نوع من الخضره يلي نحن بنحبها، حتى فينا نضيف البيكن، يعني فينا نلوح البيكن كمان تعطي نكهه طيبه للكينوا. وهون كمان ستيفاني بدي اقول انه هيدي الوصفه في اشتغلها مع الرز، في اشتغلها مع البنه، مش ضروري بس مع الكينوا. مع الكسكس كمان تطلع طيبه. لكن بطنجره على نار لوحنا بصله، رجعنا ضفنا ثوم مفروم، فوالا. خبر المشاهدين انه ريحه بالاستوديو كثير طيبه. بصل وثوم. هيدي من الوصفات الطيبه والسهله. كمان ستيفاني بتعرفي اذا عندنا عزيمه اوقات ما بنعرف شو بدنا نعمل. مش بس ما بنعرف شو بدنا نعمل، كثير مهم انه نحضر الوصفه قبل بشوية وقت. لما بتعرفي بكون بدنا نعمل ديسير، اللي بيعمل ديسير بكون بدنا نعمل ديسير، وانه كل شيء اذا بدنا نشتغل كل الاكل تبع العزيمه كثير مهم انه ما فينا نشتغلهم كلهم بظرف ساعتين، انه نحضر شوي قبل بوقت. يعني فينا نسلق الكينوا قبل بيوم ما بيصير شيء، فينا نلوح البصل، ايه فينا نقلل الدجاج قبل بيوم ونطبقهم بزيت نهار، يعني او نطبق الخضره. نسهل على حالنا. وين؟ رح ناخد سوا وقفة ونرجع لكم.